السلام عليكم أحبائي متابعيني ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم حبيت أفيد الشباب. طبعا اعذروني، عيوني دمعت من وراء البصل اللي ثرمته. طبعا ما تتخيلون الريحة شلون شكلها. طبعا اليوم حبيت أستغل الفرصة وانزل لكم هاي الخلطه اللي انا كل سنه اسويها ومستفيد عليها كل الزينه. اعتذر منكم هواي. هاي خلطه الزنجبيل، وهنا هاي وحده من الحبوب الجيده جدا. خلينا نشغل الضوء حتى تشوفوها زين. هاي الحبوب هنا باللغه الالمانيه يقولوا لها مارين ديستل. هاي المارين ديستل حبوب هي اصلا مكتشفيها حتى تنظف الكبد، تنظف الكبد من السموم. فاليوم حبينا ندخلها بخلطة. طبعا هذا اختراع من عندي، يعني دخلتها بالخلطة. هي حبة زهرة الشوك يسموها بالعربي، حبة زهرة الشوك. طبعا هذا على خبرة سنين، يعني أنا كنت أربي كناري، كنت أربي. طبعا هاي الخلطة مفيدة لكل أنواع الطيور، أي حيوان كائن حي عنده ريش يفيده، يعني إنه عصفور، طير، كناري، أي شيء، دجاج، أي شيء، باط، وز، أي شيء، أي شيء. بالفصل الشتاء تقدر تنطي هاي الخلطة، وهاي الخلطة كلش مفيدة. طبعا هاي الخلطة مفيدة أثناء فترة غيار الريش، ما عندها أي تأثيرات جانبية، لكن لا تكثر. عرفت شلون؟ يعني مرتين إلى ثلاث مرتين، أوكي، مرة إلى مرتين بالأسبوع تنطيها هذا الخلطة. ورا هاي الخلطة مباشرة، يعني اليوم شلت الخلطة، نقولها طبعا هاي الخلطة تنطي بالمي، اليوم شلت الخلطة، ثاني يوم تنطي خميرة كبيرة، ثالث يوم تنطي فيتامينات، رابع يوم تنطي مي نظيف. هذا برنامج من بعد هاي الخلطة. ليش؟ لأنه هاي الخلطة تعد خلطة منظفة للسموم وطاردة للبكتيريا، وتعد مثل أنتيبايوتيك للجسم. طبعا احنا ايش سوينا؟ طبعا انا سبقتكم، جبنا اربع روس ثوم، اربع روس ثوم، اوكي، سويناهن. طبعا هسه هاي كان عندي اثنين زايدات، وهاي اثنين اخذت من هاي. وجبنا خمس بصلات بهذا الحجم، يعني الحجم متوسط، مو كلش كبيره ولا كلش صغيره، متوسطه، يعني اربعه، هي من الاربعه. وهذا الخلاط مالتي المتواضع، وراح اضربهم بالخلاط. طبعا ايش سويت؟ عندي ليمونه واحده ضربتها هسه حاليا بالخلاط. طبعا سبقتكم اني شويه، قلت حتى لا يطول الفيديو. عندي فلفل الحار، الفلفل الحار، اربع حبات فلفل حار جبت، هياتهم ضاربهم بالخلاط، ما اعرف اذا مبينات عندكم. اربع فلفل حارات قطعتهن وسويتهن، وليمونه، ليمونة هياتها الليمونة طبعا مبينة، ويا أربع روس ثوم ضرب، يعني قطعتهن زين، نظفتهن وضربتهن بالخلاط، بالخلاط هياتهن هسه. هذا هنا هسه أربع حبات فلفل أخضر بس حار، نار، هذا لازم تجيبه نار، نار نار كبرة. وهاي الخلطة تقدم في فصل الشتاء، يعني انت وطالع من الصيف داخل للشتاء، هذا هاي الفترة الغيار، الغيار هذا الغيار، الحرارة الصبح حارة وبالليل ثلج تقتل. هاي الفترة هاي تفيدها، هاي الخلطة تمشي عليها الشتاء كلها، تنطيها يوم او يومين ورا بعض، ما بيها اي مشكلة. عرفت شلون؟ وراها تشيلها، اليوم قلت اليوم شلتها، رأسا بذاك اليوم اللي تشيلها بي تنطي شو اسمه، خميرة البيرة، خميرة البيرة، عرفت؟ ووراها
ورا خميرة البيرة تنطي مجموعة فيتامينات، أي فيتامينات عندك، ماكو داعي أذكر أسماء شركات أو فتشي، ماكو داعي، هذا شيء بسيط للناس اللي تحافظ على حمامها من التنفسية، من التهاب الأمعاء، من الديدان، من كل شيء، لأنه هذا كارثة، هذا كارثة، هذا يبطح الفيل صراحة. يعني هذا الفلفل الحار لو بطنها مو ديدان، لو بطنها فيل الذبة، عرفت؟ وهذا الليمون ها، ملاحظة، الليمون يتقطع بقشرة وينطحن بقشرة، وهسه نقول لكم شلون تنتهي هاي الخلطة. طبعا ايش عندنا هنا؟ عندنا بطل واحد خلط تفاح، المكونات هسه انعرفت، اربع حبات ثوم، خمس حبات بصل متوسط الحجم، اربع حبات فلفل حار يشوي، عندنا تقريبا 200 جرام، اقل ال 200 هاي ما طلع ال 200 جرام، تقريبا 50 جرام هاي من حبوب زهرة الشوك منظفة للكبد، وعندنا زنجبيل مطحون. هذا الزنجبيل المطحون طبعا ما ناخذ من عنده، للخلطة كلها نخلي خاشوقة اكل. وعندنا خلط تفاح بطل خلط تفاح. طبعا هاي الخلطة تصير تتفور هسه اوكي، وترجع تتصفن، خليها تبرد، وناخذ من عندها قبغين نخلي بالمي، وها هي هاي الخلطة هسه ها راح نبلش نخلط. هسه عندنا البصل، هسه نضربه بالخلاط العفو، ضربا مبرحا على قولة عاد الإمام، شوية الجانب الفكاهي نحتاجه أثناء العمل، حتى طبعا اليوم عندي عطلة قاعد بالبيت. نضيفها فوق البصل، فوق اي شيء، اي مكونات، بس المهم تنخبط وياها حتى شنو ما عندنا مشكلة. نضيف لها شوية خل تفاح،
بالخلطة، نضيفها على الخلطة. طبعا البصل دمرني، البصل سواني فيلم، ما تتخيلون ريحة شلونها. ثوم على بصل على ليمون على مارين ديستل، هذا الجسم أقولكم ريحة قاتلة. قنبلة جاي أسوي، أقسم بالله العظيم قنبلة، قنبلة طنخة شوقة خنخوت انعمية. طبعا حكي بيناتنا تونا خاشوقة حتى نكون في الخليط. هسه نحط الزنجبيل المطحون، خلاص خاشوتين زنجبيل مطحون. طبعا هاي الخلطة خلطة نار يسموها، الخلطة القاتلة هاي. اريد اعرف الطيور شو راح تتمرض هسه بعد، لا حد يقول لي عندي طير مريض بعد هاي الخلطة. هاي الخلطة اقوى خلطة ويا الزنجبيل، انا واقف قدامها انعميت، ما بقى قناة بخشمي وباذني وكل شيء، كل شيء انفتح. باع صار بي صرت فيلم. هذا الطير يشرب من عنده، مو ينفتح صدره، ينفتح كل شيء عنده بدون ما احكي. المهم طبعا هنا عندنا هسه المكونات، ارجع واقول لكم اياها، خاف واحد حصل سهوا له. خمس بصلات، اربع روس ثوم، أربعة فلفل حار، عندنا بذور زهرة الشوك اللي فرغناها هسه، أوكي، وعندنا الزنجبيل المطحون خاشوقتين، يعني ملعقتين من هاي زنجبيل مطحون، وعندنا خل التفاح. حاول تجيب احسن نوعية، انا هذا اشوف احسن نوعية، اللي يبقى يمك بعد انت كيفك، بس خل تفاح يحتاج. طبعا هسه هاي الخلطة نتركها تقريبا 24 ساعة. 24 ساعة طبعا نضيف لها خل التفاح بالكامل نضيفه عليها حتى المواد كلها تصير ويا سوية. المواد كلها تصير سوية. هسه خلطتنا جهزت، شوف شلون صارت الخلطة، جهزت الخلطة. هسه هاي طبعا نتركها طبعا هاي الخلطة كلش قوية، هاي نقدر نضيفها على 20 لتر مي. هاي هسه هاي الخلطة جليكان ابو 20 مال مي، اوكي، خليه وياها وخلاص.
ظل تسحب من عنده هذا الجريكان مي كل ما تريد تخلي للطيور. طبعا هاي الخطأ تشيلك الشتاء كله وماكو داعي لا تخليها بالثلاجة ولا هاي، هو اصلا الجو بارد خليها برا، بس لا مو قدام الشمس، لا تخليهن قدام الشمس، يعني الشمس من تطلع ما يصير تروح عليها، لازم تبقى بمكان طبيعية وإن شاء الله أكون فدتكم بهالخلطة. عذروني ترى البصل دوخني، ها قمت أخربط بالحكي. إن شاء الله أكون فدتكم بهالخلطة، وإن شاء الله هاي الخلطة راح تجيب نتيجة ويا الحمام اللي عندكم ويا الطيور ويا العصافير ويا أي شيء ويا أي شيء. طبعا هاي خلطة مجربة، وإن شاء الله ما يحتاج واحد يدوخ نفسه بفيتامينات أو العفو أدوية وأنتيبايوتيك، والله هذا الطير انضرب عندي شيء، هذا الطير انضرب عندي شيء، لا ما يحتاج. هذا تخليه ديرة بعشرين لتر مي أو بخمسطعش لتر مي، يعني شقد كل ما تريد نسبة التركيز مالته يقل، لأنه عندك الزنجبيل المطحون حار نار، الزنجبيل المطحون عندك أربع حبات فلفل أيضا حار، عندك أربع حبات ثوم أيضا حار، عندك خمس حبات بصل، هذا البصل طبعا حار مو حلو، هذا البصل حار، يعني خلطة نار، هاي تشيلي خلطة نار، عرفت شلون؟ يعني حتى إذا عندك فلفل أسود بها إصحاح، فلفل أسود إصحاح، عرفت شلون؟ تقدر تطحنه وتذبه وياها. هاي الخلطة طبعاً تقدم الحد، حتى تقدر تقدمها أنت وعندك أفراخ جواهن. يعني أنا إحنا هسه عندنا هنا بأوروبا يعني التفريخ يصير بالربيع. الربيع عندنا تقريبا يعني بعد بين الشهر الثاني والرابع، يعني هذا الشهرين هو ربيع، يعني احنا بعد الشهر 15 2 هيجي نبلش نطبق الطيور، يعني عندنا في الزواج نقول فتنطبق الطيور. فهاي الخلطه نقول تقدر تنطيها لحد نهايه الشهر الخامس، يعني على شكل دول اوروبا احنا، بس خامس اذا نحكي عليه بالعراق لا يختلف، لا الخامس نار عندهم، هاي الخلطه ما تنط الطيور تروح بيها راسا. ممكن بالاسبوع مره واحده، يعني انه هيك، او بالشهر مره واحده، يعني هيك بس وقايه او فتشي يعني تنطي، بس هاي الخلطه خلطه شتويه، لانه خلطه نار، هاي تسوي الطير جراندايزر صراحه بالشتاء. هاي الخلطة ماكو غيرها، يعني هاي الخلطة نمبر وان احنا نسميها، عرفت شلون؟ وخلطة مجربة وان شاء الله تشوفون خير عليها. كان وياكم اخوكم آسو، سلام.